بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، أعزائي الطالبات، طلبة الصف، لا مش الصف بقى، إن شاء الله بإذن الله هنشرح النهاردة أساسيات النحو. تبنى اللغة العربية على كلمات ثلاث: الاسم والفعل والحرف. الفعل ثلاثة أقسام: ماضي ومضارع وأمر. أولا، علامات يعرف بها الاسم: 1. قبول الكلمة للألف واللام، مثل كتاب، المدرسة، الطالب. قبول الكلمة لحرف الجر، مثل قرأت في كتاب، الكتاب، لمحمد، كتبت بقلم. 3. قبول الكلمة للتنوين، مثل هذه مدرسة، سلام هي حتى مطلع الفجر. ثانيا، علامات يعرف بها الفعل: الماضي يقبل تاء الفاعل المتحركة في آخره، مثل ذاكرت، أنت ذاكرت، أنت ذاكرتي. يقبل تاء التأنيث الساكنة في آخره، مثل هي ذاكرة الدرس. المضارع يقبل قبله السين أو سوف أو لن، مثل سنذاكر، سوف أذاكر، لن أقصر. الأمر يقبل ياء المخاطبة في آخره ودلالته على الطلب، مثل يا هند، ذاكري وانتبهي واسمعي النصح. أنواع الإعراب: رفع ونصب وجر وجزم. وللاسم ثلاثة فقط: الرفع والنصب والجر، ولا يوجد في اللغة العربية اسم مجزوم. وعلى ذلك يأتي الاسم مرفوعا: محمد مجد. يأتي الاسم منصوبا: إن محمدا مجد. يأتي الاسم مجرورا: لمحمد صفات حميدة، ولا يأتي مجزوما كما قلنا. والمضارع المعرب ثلاثة: الرفع والنصب والجزم، ولا يوجد فعل مجرور. ويأتي الفعل المضارع المعرب مرفوعا إذا لم تسبقه أداة نصب أو جزم: يكتب الطالب درسه. ويأتي الفعل المضارع المعرب منصوبا إذا سبقته أداة نصب: لن يقصر الطالب. ويأتي الفعل المضارع المعرب مجزوما إذا سبقته أداة جزم: لم يقصر الطالب. ولا يأتي الفعل مجرورا كما سبق. وتستعمل هذه الأنواع مع المعرف فنقول مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم. يا جماعة، الفيديو ده برعاية سو.com، الرابط أسفل الفيديو، ياريت تتابعوه، تضغطوا على الرابط عشان تدعموا القناة. أنواع البناء: ضم وفتح وكسر وسكون. فنلاحظ استعمال هذه المصطلحات مع الكلمة المبنية، فنقول مبني على الضم ولا نقول مرفوعا أو مبنيا على الرفع، مبني على الفتح ولا نقول منصوبا أو مبنيا على النصب، مبني على الكسر ولا نقول مجرورا أو مبنيا على الجر، مبني على السكون ولا نقول مجزوما أو مبنيا على الجزم. وجميع أنواع البناء تدخل على الاسم، فيمكن أن يبنى على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون. وإليك الأمثلة على الترتيب: قال الله تعالى: ولله الأمر من قبل ومن بعد. فنقول: من قبل وبعد مبنيان على الضم في محل جر. وتقول: أين صديقك؟ فأين مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية. وقال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهؤلاء مبني على الكسر في محل جر. وتقول: من يذاكر ينجح، فمن مبني على السكون في محل رفع. ومن هنا فلا بد لك ملاحظة إعراب الاسم المبني: مبني على نقط في محل نقط، وهذا هو الصحيح. أما الفعل فيدخل من أنواع البناء ثلاثة: الضم والفتح والسكون. ويمتنع الكسر، فالكسر لا يدخل الأفعال، ولا يوجد فعل مبني على الكسر في اللغة العربية.
وإليك بعض الأمثلة الموضحة لذلك. قال تعالى: ولما دخلوا على يوسف فالفعل دخلوا مبني على الضم. قال تعالى: قد أفلح من تزكى، فالفعلان مبنيان على الفتح. قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر، ففعل الأمر مبني على السكون. وسوف نذكر الأفعال المبنية تفصيلا عندما نعرض المعرب والمبني فيما سيأتي. المعرب والمبني من أنواع الكلمة، مما تقدر الإشارة إليه أن 80% من أنواع الكلمة في اللغة العربية، الكلمة وأنواعها مبني، وأن 20% منها معرب، والجدول الآتي يدل على هذه الحقيقة. يدل على هذه الحقيقة. الكلمة وأنواعها: الاسم مبني ومعرب، الفعل ماضي مبني دائما، مضارع مبني ومعرب، أمر مبني دائما، الحرف كل الحروف مبنية. الأسماء المبنية: يبنى الاسم فيما يأتي: الضمائر بجميع أنواعها وعددها 33 ضميرا، وتقسم كالآتي: 24 ضميرا منفصلا، وتسعة ضمائر متصلة، والضمائر المنفصلة 12 ضميرا في محل رفع، بالإضافة إلى 12 ضميرا في محل نصب، ولا يأتي الضمير المنفصل في محل جر. ألف: ضمائر الرفع، ومنها أنا، أنت أو أنت، نحن وما تفرع منها، وهو وهي وما تفرع منهما. وما تفرع منهما يعني هن، هما، وهكذا. ده ضمائر المخاطب، ده ضمير الإشارة. ضمائر النصب، ومنها إياي، إياك، إيانا وما تفرع منها، وإياه، وإياها وما تفرع منهما. دول برضو عايد على المخاطب، دول عايدين على ضمائر الإشارة. الضمائر التسعة المتصلة تقسم كالتالي: 5 ضمائر في محل رفع: تاء الفاعل، ألف الاثنين، نون النسوة، واو الجماعة، ياء المخاطب. أمثلة موضحة على الترتيب: ذاكرت دروسي، هنا التاء تاء الفاعل، هما ذاكرا الواجب، الألف هنا ألف الاثنين، هن ذاكرن الواجب، نون هنا نون النسوة، هم ذاكروا، الواو هنا واو الجماعة، أنت، أنت يا هند تذاكرين بجد، أنت يا هند، يا هنا يا المخاطبة. ثلاثة ضمائر تأتي في محل نصب أو جر، وهي يا المتكلم، يا المتكلم، إنني مجد، مدرستي جميلة، كاف المخاطب، إنك ناجح، كتابك مفيد، هاء الغائب، محمد إنه ذكي، محمد له أخلاق حميدة. ملاحظة: إذا اتصل ضمير من الضمائر الثلاثة السابقة بفعل أو بحرف ناسخ كان في محل نصب، إذا اتصل ضمير من الضمائر الثلاثة السابقة باسم أو بحرف جر كان في محل جر. ضمير واحد فقط يمكن أن يأتي في محل رفع أو نصب أو جر، وهو نا، مثل: نحن ذاكرنا دروسنا، إننا ناجحون، أعطيت الجائزة لنا. أسماء الإشارة: هذا، هذه، هؤلاء، أما هذان وهاتان فمعربان كالمثنى. الأسماء الموصولة خاصة، مثل: الذي، التي، الذين، اللاتي، اللائي، ومثناها معرب. عامة، مثل: من، ما. أسماء الاستفهام: من، ما، متى، أين، كم، كيف. مثال: من صديقك؟ ما عملك؟ متى تذاكر؟ أسماء الشرط: من، ما، متى، أين، مهما. مثال: من يذاكر ينجح، ما تفعل من خير يعلمه الله. الأعداد المركبة: 11، 11، 13، 13، 13 إلى
19 9 10 نلاحظ بناؤها على فتح الجزئين. الظروف المركبة مثل اقرأ القرآن صباح مساء على فتح الجزئين أيضا، وهناك أسماء أخرى مبنية لكنها قليلة الاستعمال، ولذلك نكتفي بما سبق. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو والتعليق أسفل الفيديو ومشاركة الفيديو مع أصدقائك، يستفيد غيرك والتعليق أسفل الفيديو لو بكلمة تامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.